الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها منذ سنوات إلى الآن تقول يوجد رجل محتاج وظروفه صعبة وتزوج، تقول وأنا أعطي زوجي من الزكاة من أجل أن يعطيها هذا الرجل، وهو يعطيها الرجل على أنها عانية منه، هي علما أنها من زكاة مالي، فهل هذا الفعل جائز؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، فإذا علم زوجك أو غلب على ظنه أن من سيدفع هذه الزكاة له من جملة الأصناف الزكوية من الفقراء والمساكين، فإنه لا يشترط أن يخبره بأنها زكاة، لأنها تقع موضعها. فإذا كان المدفوع له من جملة الأصناف الذين نص الله عز وجل عليهم أنهم من أهل الزكاة ومستحقيها، فلا يشترط إخباره بأن هذا المال المدفوع بأنه زكاة، وإنما يشترط الإخبار والتحري مع وجود الشك، مع وجود الشك. وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عند الإمام أحمد وقواه الدارقطني أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة، فأمد النبي صلى الله عليه وسلم إليهما بصره فرآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما تثبت واحتاط في هذا الأمر لأنه رآهما جلدين. فإذا حصل شك في المدفوع له هل هو من جملة الأصناف الزكوية أو لا، فلا بد من السؤال والاستفسار والإخبار والتحري. وأما مع العلم أو غلبة الظن بأنه من المستحقين للزكاة فتدفع له الزكاة هكذا من غير اشتراط إخبار له بأن هذا المال من جملة الزكاة. وبناء على ذلك، فإذا كنت أنت وزوجك تعلمون أو يغلب على ظنكم أن هذا الرجل من جملة الفقراء والمساكين فادفعوا له هذه الزكاة، وليس بشرط في أن تخبروه بأنها من جملة الأموال الزكوية، والله أعلم.